غاب لسنوات عن الغناء في السعودية، ليتساءل جمهوره لماذا لا يقيم فنان العرب محمد عبده حفلات غنائية في وطنه؟ وكان الجواب في ساحات سوق عكاظ، مشاركة في حفل الافتتاح وإحياءه الليلة الثانية، وصوت قلبه يقول: لم نغب عن بعضنا. كأننا ما غبنا عن بعض، يعني احنا على تواصل في وجدان الشباب وفي خاطرهم على طول. اليوم طبعا نعود، والعود أحمد نرجو ألا تكون وقفة محارب. لا إن شاء الله. حضر محمد عبده بموسيقاه وبصمته، مؤكدا أن حنجرته تخلو من تجاعيد زمن مشواره الطويل، وأن خيام سوق عكاظ وساحاتها تدثرت حلة من سلطنة الطرب وسلطانها. نحن نجتاز موقفا جميلا وطنيا، وجميل منكم أيضا الوقفة الجميلة، توقف مع بلدكم مع شعبكم وتصحح اللي هو صحيح وتنكر الغلط. وأرجو أننا نحن نستمر في حب وطننا والتضحية من أجله. ليس بسبب مجانية التذاكر كان زخم الحضور، بل شوقا لرؤية محمد عبده واقفا على أرض سعودية يغني، كان ذلك سببا للتوافد المبكر. ما هو جديد؟ طبعا أنا كنت عملت مؤخرا أربع أغاني، اللي هي عالي السكوت وخريف، على رأس الأربع أغاني، من أربع الأغاني اللي أنا حقيقة غنيتها، وهي من ألحان طلال وكلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. كانت ليلة محمد عبده مذهلة، والأماكن في سوق عكاظ كلها مشتاقة له، غنى لها وغنت له. من سوق عكاظ بالطائف، سعود الخلف، العربية.